الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس. اهلا وسهلا بكم في قناه كل شيء ساهل مع مينا. وصفتنا اليوم جبت لكم واحد الكلاص كيجي زوين وكيعجب الكبار والصغار. كلاص طرون. غادي نشوفوا ندوزوا المقادير. عندي هنايا 500 ملي ديال كريمه الخف كامله الدسم، وعندي هنا كاس ديال ليتشي كوندنسادا، يعني كاين في المغرب كيقولوا له نيستلي. وعندي هنايا هاد نص كاس ديال سكر كلاص بني، يعني سكر بني، هذا كلاص ولكن بني ماشي ابيض باش يعطينا اللون ديال الطرون. وعندي هنايا هاد الكاس قل ربع، المهم تقريبا كاس ديال اللوز بودره، ولا كاين انا اللوز بودره غربلته، قلعت له غير اللي غليت شويه باش يجي، يعني يجي زوين هكا، يجي لا كريم طرون. المهم هادو هما المقادير، بعض الحوايج والفانيا، اللوز، سكر كلاص بني، ليتشي كوندنسادا، كريمه الخفق. المهم بسم الله على بركه الله نبداو. غادي نديرو الكريمه الاول هنايا، عندنا اولا ديال الخفق نكبوها كامله. قالوا لك ماما الدراري ديري لنا، مشاو يقلبوا عليه في كاريفور ما لقاوش كريم طرون، كقليل في المغازات ما كيتباعش كاع في المغازات، يعني واحد الكريم نادر يعني ما موجودش في كاع الاماكن. قال لك ماما علاش ما ديريه لناش، قلت لهم واخا. المهم غادي نبداو نطلعوا لا كريم ديالنا، غادي نبداو. هي ديالنا بدات تطلع البنات، غادي نزيدو عليها الحليب كوندنسادا. غادي نزيدو السكر البني كلاص وندوقو نشوفو الحلاوه على حسب الحلو اللي عطينا. نزيدو اللوز ديالنا، ها هو كاس، مهم كاس تقريبا كاس، خاصو غير واحد شويه. نردو الماكينه ديالنا تخدم وغادي نرجع معكم الطريقه ديالو كيفاش غادي يجي. الكلاص ديالنا طرون البنات، ها هو انا خليته بات، ها نتوما تشوفوا كيفاش صبح داير، ما نقول لكمش كيفاش، يعني كيجي لذيذ بزاف، يعني راه عاد دابا جبدتو خصنا نخليوها واحد شويه، علاش انا ما خليتوش، يعني ما نقول لكمش البنات كيفاش كيجي داير في المذاق، راه زعما غادي تجربوه ما عمرو تستغناو عليه. احسن لاكلاص هو هذا ديال طرون، يعني ما نقول لكمش كيفاش كيجي داير، يعني كيجي زوين بزاف روش البنات، زعما جا زوين بزاف والله، ما زعما ماشي ما نقول لكمش كيفاش جا داير، يعني واحد البنه جات فيه ما نقول لكمش. المهم الكلاص ديالنا ها هو البنات، نتمنى باش تجربوه غادي يعجبكم بزاف، يعني هذا راه زوين بزاف، يعني ماشي بحال اي كلاص. المهم انا هنا وريت لكم، نتمنى باش تجربوا الطريقه. المهم وجربوا الطريقه وردوا عليا الخبر، غتقولوا لي كيفاش جاكم الكلاص ديال الطرون باللوز. تقدروا ديروها البنات بالقوقاو،
اللي ما عندوش اللوز يقدر يدير بالقوقعه حتى هو يصاوب القوقعه ويعني كيما نقولوا طحنوه وداك الشيء كيجي زوين بزاف حتى بالقوقعه وكيجي. المهم هذه هي النتيجه وطريقه التزيين بطبيعه الحال كلها وكلها اللي يبغي اللي على حسب الذوق ديالو باش يزين وكاين اللي زي هذا يعني تقدروا نزينوه بالرقائق ديال اللوز بحال هنايا انا هذا راني درت له اندالوس يعني عجبني نزوقه بالفروته هذه الفروته كتعجبني بزاف يعني مع الكلاص يعني زوقته بهذا بحال هذا زوقته بالتوت ها هو يعني عجبني نزوقه بالفروت فروته قدروا نزيدوا له شويه اي حاجه شوكولا شويه كل واحد يزيد شويه هكا ديال الكراميلو ولا الشوكولا ولا المهم اي حاجه موجوده عندكم تقدروا ديروها. هو هذا الكلاص ديالنا الطرون البنات المهم جربوه ما تش تندموا نخليكم في امان الله وحفظه تهلاو في رسانكم وما تنساوش اللايك وطوع الجرس باش يوصلكم كل جديدنا وتهلاو في رسانكم. السلام عليكم الى اللقاء في فيديو قادم وغادي نعاود ندير لكم واحد الكلاص بواحد الشكل اخر وبواحد عاوتاني حوايج اخرين يلا تهلاو في رسانكم.